من ضمن الأسئلة لو سمحت، هل شهادة السي ام ايه اخدها قبل التخرج ولا لا؟ شهادة السي ام ايه طبعا هي من الحاجات اللي بياخدوها العاملين في مجال المحاسبة، ودي انصح طبعا هي تتاخد بعد التخرج ولا تؤخذ ابدا قبل التخرج، حتى من ضمن الشروط انك تكون اصلا اشتغلت في مجالات المحاسبة، فطبعا ما ينفعش انك تاخدها، زائد انها تقيلة جدا من حيث الكونتنت او المحتوى. لكن انا انصحك اثناء الدراسة انك تجيب الكتب بتاعتها، ممكن تلاقي كتب كتيرة على النت بخصوصها تقرا فيها كتير، خاصة لو انت بتدرس في القسم العربي، عشان بس تتعود على المصطلحات وتتعود عليها. لكن هل انصح انك تاخدها قبل التخرج؟ استحالة طبعا، لود كبير. نزل الكتب، نزل الماتيريال، اقرا فيها، حاول انك تلخصها، حاول انك تحل على الاسئلة، بحيث انك لما تتخرج ان شاء الله، لما تدخل مجال المحاسبة وحابب انك تكمل فيه، ساعتها تقدم عليها وتاخدها. لكن انت لسه ما تخرجتش، بعد ما تتخرج انت لسه بتبدأ حياتك، يا ترى انت معجب يعني محب بمجال المحاسبة ولا لا؟ لو حبيت مجال المحاسبة ابدأ ساعتها خدها، لكن بخلاف ده بلاش تاخد الشهادة خالص، وهي دي رد عليها.